ما فيش ضوابط، كل حاجة مباحة معاه، يجرب كل حاجة ويعيش كل حاجة، وما عايش بالمفهوم اللي هو إيه؟ انطلاق، لا ضوابط عنده إطلاقا. علشان كده النوعية النفسية ديت مش هتثمر مع كلمة ربنا، مهما المحاضر عظات ومهما المحاضر غارة، لكن ما فيش ثمر هيطلع. أول فرق بين الطريق وبين الأرض الجيدة، الأرض الجيدة فيها ثمار، أما الطريق محدش شاف على طريق كده، هو مدق بيبقى بين الحقول، طلع شجرة مدية ثمر أو بيطلع ثمر، مش ممكن. فأول علامة نعرفها أنا إيه نوعي، هل ليا ثمرة، في ثمر بيطلع مني، إيه الثمر، ويهم علامات الثمر اللي تبان في حياة الإنسان، إيه هو ثمر الروح القدس، محبة، فرح، سلام، طول أناة، يعني موجودة عندي يبقى أنا ماشي صح، مش موجودة عندي يبقى أنا مش أرض جيدة، أنا مش أرض جيدة. طب الحل ايه؟ ايه الفرق بين ده وبين ده؟ الارض الجيده اللي هي متقلبه محروته فيها شغل متقلبه، اما المدق ده ما بيتقلبش خالص، ما بيتقلبش، بيفضل بيداس على طول كده على طول، ما فيش تقليب. ايه هو التقليب ده؟ اي شركه ناجحه لازم تعمل عمليه جرد موقف مالي ليها، تعيد حساباتها، هل أنا بقلب في حياتي وأشوف حياتي ماشية إزاي، ولا العملية ماشية والأيام ماشية وعمال سنين تجري وهو حياتي، ولا قلبت ولا شفت ولا وقفت مع نفسي. عشان كده الآباء علمونا مهم جدا جدا أقعد أحاسب نفسي. أنا عارف هنا مفيش وقت والدنيا بتجري أوي بسرعة، لكن مهم جدا جدا اقعد مع نفسك وحاسب نفسك، انت ماشي ازاي؟ ليه ما فيش ثمرة؟ ليه ما فيش سلام؟ في حاجة غلط. وقف مع نفسك، وقف كده، استغل المواسم، استغل كل لحظة، وقف مع نفسك، حاسب نفسك. جايز فيها قسوة الحساب مع نفسه، يعني اللي يشوف المنظر الفلاح لما يمسك الفاس ويضرب الأرض بيقول فيها قسوة، ظاهريا قسوة، بيضرب الأرض وبيقلب الأرض، بس فايدة الأرض يطلع الباطن المكتوم جوه اللي بره، ويضرب يعرضها لإشعة الشمس، فأي حشرات أي حاجة بينقيها، ينقيها من الحشائش والحياة. لازم عملية التنقية، لازم تتعب، لازم تحاسب نفسك، لازم تقصى على نفسك، لازم علشان تخلص. الحقل محدد، أنت حدودك إيه؟ ولا العملية سايبة؟ هل انت ضابط حياتك؟ خاضع نفسك لحياتك؟ يقولوا له الناس الارثوذكسيين دول صعبين وليهم قوانين وصيامات واعترافات وبتاع، كلامهم صح، لان احنا محتاجين كده. انا محتاج انضبط، هي انا عندي الحريه، بس لازم انضباط. انت حر انك تسوق عربيتك زي ما انت عايز، بس في قوانين بتحدد السواقه ديت، في ليميت معين للسرعه، السبيد مش مفتوح. انت كمان حياتك الروحيه لا ليها ضوابط، حياتك مش مفتوحه كده، نعمل اي حاجه، نمارس اي حاجه، نفكر في اي حاجه، نقرا في اي حاجه، لا، لازم في ضوابط، في ضوابط محدوده، لازم في محاسبه نفس، لازم في اعتراف. من الحاجات القاسية جدا الكل بيعتبرها صعبة قوي عملية الاعتراف، بقى انا اروح اعري نفسي، مهم. لازم يبقى لك ضوابط عشان تعيش حياة روحية سليمة، عشان تجيب ثمرة. لكن العملية تمشي كده، احنا هي بلد الحرية وكل واحد حر يعمل هو عايز يعمله، لكن انا ما ينفعش معايا الكلام ده، لازم ليا قانون روحي، ليا نظام صلاة، ليا حياة روحية، ليا قرايات روحية، في حاجات ممنوعة عليا ما مرساش ولا أشوفها، ولا على عزيمة التجربة، ولا حتى على التجربة. للأسف كتير جدا من الشباب بيقولك نجرب،
طب نخسر ايه؟ طب ما نجرب. لا، هتخسر كتير. في حاجات لما بتجرب بتسيب اثار سيئه جدا ما بتطلعش. فمن السهل ان احنا نقول نجرب. لا، هتضر. مش عيب ان انت تحط لنفسك قانون، تحط لنفسك ضوابط، مش عيب تحط لنفسك تحت ارشاد. ده يقول لك في مصر كنا نقول اللي ملوش كبير يشتري له كبير. ما تمشيش بدماغك كده. لا، لازم يكون لك ضابط. في فرق كمان كبير قوي بين الطريق وبين الحقل او الارض الجيده. الارض الجيده ليها قنوات وخطوط بتوصل لها الميه وتصرف منها الميه، ليها نظام في حياتها. انت فين نظامك؟ فين تخطيط حياتك؟ مرتب حياتك ازاي؟ الميه اللي بتروي انت بتمشيها ازاي؟ بتجيبها ازاي؟ ولا بالبركه؟ حياتك الروحيه مش ازاي؟ يمكن من الحاجات الجميله جدا هنا ولفتت نظري قوي التنظيم الجيد والتخطيط الجيد. بص الطرق اللي بتربط بين الهاي واي والحاجات دي بين المدن. ناس بتفكر صح. لو ما كانتش عملت الطرق دي ما كانتش عمرة الماكن كلها. احنا عايزين ده التخطيط ده. افهم ماشي ازاي. قراية الانجيل بتاعتي ايه نظامها؟ دراساتي ايه؟ تأملاتي ايه؟ اليوم اللي يعدي كده ومأثر في حاجة من الحاجات ديت، لا، حاسس بنفسي، لا، ستوب، في حاجة غلط هنا. السيستم اللي اتحط لازم امشي عليه. بحطه مع باعترافي وبقاسع مع نفسي قوي فيه، لازم ادبره. والحمد لله الحاجات الحديثة بتسهلنا كتير قوي. يعني ممكن قوي على الايباد، على اي حاجة بتحط الانجيل، بتحط رياتك ايه، انت ماشي في العربية ما شاء الله هنا المسافات حلوة قوي، حط صلاة باكر، حط صلاة الغروب، حط اي حاجة، ماشي، خلي حياتك كده ايه. الدنيا حلوة هنا وملاهي وناس، وبرضه انا ملهي بكلمة ربنا. مش مشكلة عندي ان انا وسايق اسمع صوت تراتيل، اسمع صلاة، اسمع قداس، ابقى عايش فيها. بنمي نفسي، في مية، في روي، في ارتوى. ولما تيجي كلمة ربنا ونعمة ربنا تخش كده جوه القلب وتجيب الثمر اللي أهم حاجة فيه ايه؟ الفرح والسلام. في إيمان، في كلمة ربنا، في فرح، في سلام. مهما كانت قصة الحياة تلاقي الإنسان في سلام وهدوء مهما ما حصل حواليه منه. يبقى واثق جدا وعارف إنه ربنا هيدبرها، ربنا موجود. علشان كده خطط لحياتك، خطط، وده الصح. زي ما انت عارف ان انت بكره الصبح هتقوم الساعه كذا، رايح شغلك، هتقعد في لغايه كذا، هتخرج ترجع كذا، برضه لازم في تخطيط حياه ربنا في حياتك موجود. لازم عارف هتقرا الانجيل الساعه كذا، هتصلي كذا، هتعمل كذا. طبعا مش بالساعه، لكن المهم لازم يبقى في جديه، لانه الميه دي لو ما وصلتش النبته دي هتموت. الكلمه اللي انت خدتها والنعمة اللي انت خدتها في الكنيسة في يوم الحد والكلمة دي كلها لو ما فيش متابعة ليها هتموت. هتيجي كلمة ربنا مش هتلاقي لها مكان في قلبك، وحتى لو لقيت ما فيش متابعة ليها مش هتنبت. وحتى لو نبت تنبت ضعيفة والثمر ما يبقاش كبير. ربنا يحاسبنا على حسب ثمرنا. الثمار مهمة جدا في حياة الإنسان. ومش هيحاسبنا بس، الثمر ده كان مهم ليا. يمكن من أعظم ومن أكثر الأمراض اللي موجودة ومنتشرة سببها القلق وعدم السلام. معظم الأمراض، ضغط الدم والسكر والأمراض الوحشة، بسبب إيه؟ ما في السلام، قلق، عايشين في قلق، عايشين في قلق. الواحد بيطلع من تجربة يقع في تجربة، يقع مش عارف ايه، يطلع من ده يخش في ده، يطلع من ده. وخاصة هنا الريتم الحياة سريع، يمكن في مصر الريتم هادي شوية عن كده، لو ان مصر دلوقتي ابتدت تتقلب زي هنا. لكن الريتم السريع ده مع القلق بيعمل تعب، مشاكل صحية للإنسان جامد جدا. ياما شفنا أمراض كتيرة جدا بسبب عدم السلام والهدوء. فأنت محتاج
انت محتاج للسلام ده، والسلام ده ثمرة من ثمار ايه؟ الروح القدس. خلاص تمسك بربنا، خطط لحياتك. لما بشوف الناس هنا انا بستعجب على حاجات، وصل راجل كبير ولابس شورت وطالع عمال يجري الصبح وعرقان عرقان تعبان قوي عمال يجري، هو ده بيعمل في نفسه كده ليه؟ ولا عشان يحافظ على صحته يعني؟ على طول كان ممكن انت يريح بس مش هيقدر يعيش كويس، القلب بتاعه مش هيبقى كويس. هو لما بيجري كده قلبه بيبقى كويس. طيب لما المفهوم ده موجود، اذا كان العالم عرف الطريقه ديت، طب ما نعمل مجهود في الحياه الروحيه عشان اعيش هنا كمان بسلام، عشان اعيش متمتع بحياتي. ربنا بيحبنا وعايزنا نتمتع بحياتنا، استكروش ربنا يعني قاسي علينا وعايز يمرمط فينا، لا لا، ده ربنا حنين جدا. عشان كده لما الكنيسه تقول صوم وتقول اعتراف، هي مش قسوه، هي مش قسوه، يعتبروها زي تمرين براكتس، بتعمل تمرين. واحد بيروح بيشيل حديد ويقعد يعرق ويتعب عشان يبني نفسه، برضه اقص على نفسك علشان تبني حياتك الروحيه وتعيش في حياه روحيه. افتكروا دائما الطريق ما كان سهل، مداس مشاع لكل، ما فيش ضوابط، مفتوح اي حاجه تيجي. اما الارض جيده، ليها ضوابط، ليها حدود، ليها قوانين، ليها انظمه. الطريق ما فيش حاجه تمده بالغذاء، ما فيش قنوات ميه عنده، لا، الحقل له قنوات ميه وبيتروي باستمرار وبيتسمد وبيترعى، وفي حد بيرعاه، لكن مين هيرعى الطريق؟ محدش هيرعى الطريق. فانت عايز تكون ايه؟ ما تخليش نفسك مداس لكل، ما تخليش نفسك كل فكر يجي يدوس فيك، ما تجربش كل حاجه، ما تبقاش مرعى لعدو الخير، لا، خليك مصان في حضن ربنا. خد كلمة ربنا وخبيها جواك وهي تثمر وتجيب الثمرة. ربنا يديكم النعمة ديت، وصلوا لربنا يديني النعمة علشان تبقى حياتنا كلها فيها ثمر وفيها بركة، لنا المجد لله بالأمين.